لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. هلا والله بالأم البطلة. ها خلصت الفطور حق الاستراحة، كل شي جاهز، وهذا العصير جاهز. كم أحد كاس؟ لا 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 تحطي لهم كاسات قزاز بيكسرونهم. اسمعي يا عامر، وانت رايح الاستراحة مر البقالة وخذ لهم كاسات ورق. والله اني الصادقة يمه، كفتة وشكش كسروا كل كاسات الاستراحة. أعوذ بالله. ها امسك هذه الشوربة. هذه الشوربة بس اسمع، اياني وياك ترجع من الاستراحة بدون مواعيني. مو تطلع لي مثل ابوك. وش فيه ابوه؟ ولا الديربي؟ ابد والله، نص مواعيني منثرة بين الثمانة والصمان. عمرك ما كشت مع اخوياك ورجعت مواعيني الا ترجع وانت مضيعهم. وش جابت الطاري هالعين؟ لازم تقاشرني؟ اللهم اني صايم. دقيقة دقيقة، وين السمبوسة؟ هذي. لا يا شيخة، اخطبوط انا اخطبوط، ما تشوفين عندي يدين ثنتين؟ لا يا شيخ، وش رايك اخذهم معك السيارة بعد؟ ايه البس عباتك تعالي. خلاص وش فيكم؟ روح السيارة، سليمان يجيبها. يلا. سليمان! يا سليمان! وجع. بسم الله. ما صمت الا اللي صايم. لا يا شيخ، وهذا اللي تشربه وشو؟ ذواقه ذواقه. والله لو تدري عنك امي، انت جلدك جلد. صم زي الناس، مو بصوم الدجاج وديك. اسمع انا بمشيها لك لان عمرك 10 سنوات. يلا راح جيب الاغراض من المطبخ. ماني فاضي لك. وشو؟ ماني فاضي لك. انت فاضيلي ها؟ ايه يما ترى سليمان. لا خلاص والله امزح، والله لو تبي اشيلك شلتك. ادب. يلا دزها خلنا نشوف، يمكن مزبن سمبوسه ولا القيمات. بزر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل تقبل الله منا ومنك. الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير. الله يعافيك. تبي واحده زياده؟ لا كثر الله خيرك، استراحتنا قريبه. بالتوفيق إن شاء الله. آمين. خلاص خلاص أزعجتنا. إيش في فاصل ده؟ توم ولا على الإشارة؟ الله المستعان، ما فيهم صبر الناس ذولي. يعطيك العافية. الله يعافيك. خلاص. اقعد يا صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله عليك، رياضة بالعصر. هذا الرياضة هذا كويس كويس يا صيام. من جام العيال؟ انت شوف سيارة؟ لا ما في سيارات. ليش كلام هذا منه فريجي؟ اوف اوف اوف، حتى انت سير تزبد يا صديق وقافل معك مع الصيام. خلاص نزل الاغراض اللي بالسيارة. انا الرياضة خلاص، بعد نقرة تنجل. ابوك القفلة. اللهم اني صايم بس. هذه اخرتها انت وياه، نتواعد على الفطور وما حد يجي منكم. لكن الشرع مو عليكم، الشرع علي انا اللي اعتمد على مبزره. سم يا صديق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اني صمت على رزقك وافطرت على رزقك. السلام. وعليكم السلام. بسم الله. عافتها نومه توك تجي ورع. يا محن روقه، منين فاضي لك ترى؟ لا يا شيخ، ولك وجه بعد. خلاص راحت علي نومه يا ابن الحلال. كان قعدت ببيتكم، وشو لا جاي ويدينك فاضيه؟ ابى اجيب لك شاورما بعد الصلاه، لا تصجنا خلاص. نوم زياده مشكله. الحين قالك بتشارك انت وجهك، خليك ساكن. ها المنتو وصل يا عيال. بدري كان خليتوه على السحور ازين. والله انا بحلت بهم، سني سواق معلمات، امر ذا يلطع نص ساعه والثاني ذا يلطع نص ساعه. ابوي يقول افطر معانا الفطور الاول، وروح افطر مع اصحابك الفطور الثاني. والبلنتيات بعد التراويح.
والله انك جبتها صح، نفس ضحكه كفته. بعدين تعال انت تنصب تقول مفطر الفطور الاول في بيتكم، وشلون هو توه مذن؟ لا لا انا قلت لابويا ابغى اروح افطر معاه الفطور الثاني، ما ابغى افطر معاكم الفطور الاول. عاش مصرف يا عيال، ما حد يفتح الحوافض، جيبوا الاكل نصلي المغرب بعدين ناكل. اوكي اوكي. طبعا مثل ما بتعرف ارحم السمبوسه انت كثير سهل، بس بدها شويه تركيز وشويه. يا حلالا شاهي عقب الفطور يدغدغ المخ. تقول صادق. وبناخذ اتصال ثاني، مين معنا؟ روان. اهلا وسهلا ومرحبتين روان، جاهزه للسؤال؟ اكيد جاهزه. حلو كثير. السؤال بيقول ما هي عاصمه تونس؟ في خيارات؟ تكرم عينك روان ولو. نحن بدنا كل المتسابقين يفوزوا. عندك الخيارات عم بتقول الرباط، تونس، طرابلس. أمانة الله يخليك ساعدني. ولا يهمك تكرم عينك، يعني مثل ما بقولوا خير الأمور الوسط. تونس؟ يا عين عليكي، ألف مبروك. بيعجبني ذكائك روان وإنك عم تلقطيها بسرعة. ربحتي معنا $2000، ألف مبروك. أبوك الصملة، لك 7 سنين وتدق عليهم وما ردوا عليك. أنا مستحيل أفقد الأمل. حتى لو ردوا عليك بسبب مثقف، أول سؤال حتبنشر. إيه يا عيال نسيت أقول لكم، ترى الخياط دق علي قلت ثياب العيد خلصت، يبغى أحد يمر عشان ياخذها. يا عيال باقي يومين على العيد. أجل قوم جيب ثياب العيد، ومنه نشي صراويل وفناير. قدام فكرة بطلة. ردوا يا جماعة ردوا. إي والله ردوا عيال. وناخذ الاتصال الجاي، مين معنا؟ انا كفته. عفوا شو؟ انا كفته من الكفاتي. لا ارسل لهم اللوكيشن احسن. اخ كفته، السؤال بيقول من هو سفير تركمانستان لدى نيكاراغوا؟ الاسئله كثير سهله، بس بدها شويه تركيز وشويه ذكاء. هذه حتى جوجل يخصى يجيبها. ركزوا عشان تربحوا. ما في مساعده؟ أخ كفتة بعتذر منك كتير، السؤال واضح وسهل، معك 4 ثواني للجواب، ورانا فاصل. كلها تكفى تكفى تكفى. الله يخليك ساعدني. داخل فوال ذا ما هو مشارك ببرنامج. يا نسكت اسكت لا تضحكون، يطلع صوتكم بالبرنامج. بعتذر منك كتير أخ كفتة، انتهى وقت الإجابة. أعزائي المشاهدين هلا بنطلع فاصل وراجع لكم، خليكم معنا. تستاهل على دلعك الخايس ذا، المفروض أن تدفع $2000 مو هم يدفعون لك. الحين قايلك عطني بكرسي، تعطيني بدون كرسي؟ ما عليك منا يا مدير، أبي طاقية العيد، لا هب زري ولا هب هلل، يعني رسمية. أوكي؟ عاد انت هنالي تخصصك ذا الشيء. الحين أنت بتسكت ولا ألحظك بالعقاب؟ ها؟ لحظك؟ أراك بتكافن بذيرة لا يبلانة يا أبوي، مرضة تزبط بلاك ماخذ المقاس شارشف. أبو علي عظم مقاس 52. جربت كل المقاسات ولا زبطت، شكلي بعيد بتوب بس. بلا والله من هالفتيرة ولا ما تحلقه وربي ما حلقها. ايش رايكم يا جماعة في النظارة؟ اتعيد فيها في العيد. الحين الناس شاري ملابس داخلية وشمغ وكنادر، وانت مسقد معك هالنظارة. اقول مش بس عفا النظارة رجع، وين وين رايح؟ دوك يا ابو علي. يا عيال الحلاق فاضي، ليش ما نحلق الحين نفتك من زحمة العيد؟ لا 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 هذا الحلاق غالي، أنا ما أحلق إلا عند أبو عشرة. يا ابن حلال ما أكلمك أنا، أدري إنك تحلق عند أبو عشرة، وأصلاً المفروض تاخذ موس بريال وتحلق ببيتكم، صح ولا لا؟ صح. لا لا يا عيال، أنا دمي حار، لو أحلق اليوم بيطلع بكرة، فمن محلق إلا ليلة العيد. إيه عارفين رأيي في الحلاقة، ما حد له صرف شعري أنت وهو. ترى أنا جويع ولا هو بوقت حلاقة، كون آخذ صحون وروح استراحة، يا الله يمدينا. إي والله إنك صادق، هذا هو الشور. اسمع ياسر عليك السحور لانك ما جبت شيء بالفطور، صح ولا لا؟ صح. خلاص ابد ابشروا، انت تسبقوني الاستراحه وانا بجيب السحور. يلا يلا بسرعه. ها مع السلامه. ما شاء الله تبارك الله، كانك كثرت ياسر 3 حبات. ورانا صيام، الزود ولا النقص؟ وين زود معه وانت عندك شله هالقوارض ذولا؟ ما عليك حنفرم وفرم. ما في شطه. تشرط انت وجهك، ما ودك تاكل وانت ساكت. اصلا الشطه تعطش. سلكوله يا سلكوله. ابوي يا عيال سمي با وجاي جيب معك لبن للسحور.
اي بس انا قاعد اتسحر مع العيال في الاستراحه. وبيتنا ما فيه اكل يوم انك تتسحر بالاستراحه؟ الا الا بس انا موعد اخوياي. والعيال اهم من هلك؟ الله ما تستحي على وجهك. يلا بس جيب الامر وتعال. طيب ابشر ابشر. عجيب والله. بعد اذنكم يا عيال. أما عاد ما في لبن. جاي دور لبن ذا الحزة. ما راح تحصل ذا الحزة لبن. صاحي أنت. وأنت إيش جاي تدور؟ أنا متسحر وقاضي شبعان اللهم لك الحمد. أبى أخذ بيرة وأبي هضم وأمشي. أما عاد سحور ولبن وبيرة. مخرطة ذي مهم معدة. في لبن؟ لا والله خلص. الله يكثر خيرك يا ياسر. وربي ما قصرت. جعل عافية يا عيال. كيفك تعال؟ وين ماخذ اللبن؟ مو بلازم لبن، اشربوا مويه. تعال تعال جبوه جبوه. فاضيلك انا. انا الوحيد اللي معايا اللبن. سمي با. خلاص قضينا. وش اللي خلاص؟ واللبن؟ شربنا بداله ماء. اما عاد. كل التعب ذا وبالاخير تشربون ماء. عساك تسحرت. لا ما تسحرت. نوف نوف قومي جيبي السحور لأخوك تلقينا في الميكروويف. نسوي بتصوم يا الدودة؟ ايه اكيد بصوم. سكت سكت. كافو يا ولدي قدها وقدود. كل بسرعة ما بقى شيء على ذان. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص يا عامر خلاص. ولا لقمة. ولا لقمة. قم توض خل نروح نصلي بالمسجد. القم. هارد لك. يا أخي كيف تجي بالستات ورا بعض كل شوية؟ أنت اللي ما أدري وش بلاك لاعبينك بس يجي من الفجر. شكلهم ما بطلعين ولا بعثاء. يا هو قلت لك لا تمسكني. لاعب سريع اكيد بلاعب وجناح. تو مهاجمك ذا اللي جاي من البقاله. ضبطت لك ثلاث كور كلها ضيعتها. تبغى تتاهل؟ يبغى لنا ثلاث نقاط بدري علينا. شدوا شدوا يا محزمي شدوا تكفون ما نبغى عامر يفوز علينا. اسد منه من بنت الرياض. كفو عليك يا بنت الرياض. إيه نبغى أسود والله. كفو عليك يا بنت الرياض. ضيفوها تستاهل أقوى داعم لي بنت الرياض. شدوا يا عيال تكفون ما أقدر أصارخ. لا تسحرت ولا شربت موية تجحفلت. كبسوا كبسوا عيال كبسوا 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 على الشاشة. ثلاثة ثلاثة يلا. أوه من هو ذا؟ والله إنك كفو كفو يا أبو خالد. إيه يلا عيال عشر ثواني دخلوا سكور بجبهته. إيه القم القم. فزت عليك ولا ما تسحرت؟ ترى الدعم اللي جاك راح منك لأنك ما تسحرت. راح راح أرقد راح أرقد بس. أقول دزها بس دزها دزها بروح أرقد أنا دايخ. يلا علمونا شباب وش متسحرين اليوم وش أفطرتوا ولا نشوف من اللي خاش من اللي خاش من تبون أخش معه. لك الحمد والشكر الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. لا إله إلا الله أمنت بالله وعليه توكلت ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس إيش ذا أول رمضان كانت السفرة مليانة من أولها لآخرها والحين بس القيمات سمبوسة. إيش تسوي ذي؟ قل الحمد لله يا ولد كلها نعمة. وعلى أساس أنك أنت اللي تكرف المطبخ صبح وليل ما حد ما كلها لنا البنات. قولوا لا إله إلا الله. الله يديم علينا نعمته. الحمد لله الحمد لله. توبة أدور لكم لبن. توبة. يا رب عيد يا رب عيد. لا يا رب رمضان ما بدأني أضبط لبس العيد.
هذا عادكم. إلى جاء آخر الوقت وآخر الشهر ما خلصنا أغراضنا، وينكم 30 يوم؟ وينكم وين؟ يبا ما مداني سمنت كيلو وين؟ والله من الدبغ بذل الجيمات. اسكتوا اسكتوا، طلع المذيع. أعلنت المحكمة العامة في السعودية أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير. يس سي هارد لك. يا ليلي الوهجة، ما مداني أسوي شيء. مشينا يا عامر نوزع زكاة الفطر. عامر تكفى، ليلة عيد أبغى أودي فستاني، اليوم آخر يوم استبدال. أيوة وبالمرة جيبوا معكم حلاوة العيد. يوه حتى ربع قال. خلاص قلها. وش كلنا ندري وش اللي في خاطرك، قلها. اي صح ابلش. وانت بخير يا سيدي. هلا وانت بخير. وانت بخير يا ستو. ايه سلامات. خلاص ازعجتنا ابوك التسليك. ابو عيف مات. من هو اللي مات؟ حريدي وذوليهم إبراهيم. ومنهم ذولا؟ شخصيات في مسلسل. الحلقة الأخيرة. أقول إذا ما سكت بطبق الحلقة الأخيرة عندنا هنا بالاستراحة. بزر أنت بزر، تبكي عشان مسلسل تمثيل؟ قم يلا سو شاهي قم. مسكين. مو بلايق عليه دور الحساس أبداً. وأنت مسوي فيها برستيج يوم أنك تجيب حمادة هنا؟ كل هذا علشان ما تصف سرة بالحلاق؟ يا سرة شيري وقت ما يبغاني نجي نجي تاج راسي. أويلي 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 عليك يا حمادة، وأنا بحبك بزاف والله، بس أنت بلا تشطب الزلف. أفا أكيد تمزح. أبوك يا الهطف، تلقاك دافع قسط موتر عشان تجيب الاستراحة. وانت يا فقي صارك تصميم واحد أطول مني ومنك؟ ليش واضح أنه مو أنا؟ لا والدرج كاتب عيد اضحى مبارك ولا شيء صح بالتصميم. النشبه ذايبيك النشبه ذايبيك النشبه. هلا من جد سنتي ما شغل قبل صلاه العيد بساعتين؟ يا اخي ايش دراني طلع مره وسيع. وانت ما تعرفين مقاسك يا ضيق يا وسيع. يا اخي تبين ماركه بس مقاساتهم تختلف. لا حول ولا قوه الا بالله، تخلون الواحد يعصب ليله العيد من زين الخصر عاد. يا الزحمة لو قعدنا ننتظر ما راح نخلص إلا بعد صلاة الظهر. عامر تكفى. وش اللي تكفى؟ ما تشوفين الزحمة؟ خلاص البس أي شيء. ما عندي ولا لبس ثاني كلها مشوفة. أنا ملابسي كلها مشوفة وأكرر عادي. تدري إني بلبس ثوب العيد اللي فات؟ طب اصبر اصبر أبرجع تاكسي. سلامات ما عندنا بلا ترجعون بتاكسي. سخيف. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. يا هلا يا هلا عيدكم مبارك، عساكم العايدين الفايزين يعني تعيدونا كل سنة بصحة وعافية وسلامة. استرح يبا استرح. شكرا شكرا شكرا. كل عام وانت بخير يبا. كل عام وانت بخير يا بنيتي. كل عام وانت بخير كلكم. تعالوا تعالوا يما، هذه العيدية من أبوكم. هذه لي انا. ايوه ها تحداك ال 500 البطله. هذه النوب. هذه السليمان. يس. وطبعا ذي لي انا. وهذه هذه ميري. ميري. نعم ماما. تعالي ماما امسكي هذه لك. مين هذي أنا؟ هذا من بابا. لا 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 ما يصير. ماما شكراً. شكراً كثير. ما شاء الله يزين فرحتها يمه. شلون لو عطيتها 500؟ هذه لسه.